يا قوم
سفكه عنا دما زاكي صار منه بريئا بيلاطس في أحشاك يا مريم شلتي خلاص خريستيانوس السلام لك يا من أكلتي خبزا من يدني أنجلوس وفي بير فيجابو لك يا مريم بكرا وعروس
أسأل وأطلب شفاعتك، قلب أتراك الأنبا مرقص، وعن كل الشعب المشترك في الإيمان بالابن القدوس يكونوا محفوظين بك أرواحا وأجسادا ونفوس، والبيعة تكون في طمأنينتك، وختامها شمامسة وقسوس. دعيتي أم اللاوي أي لسان بشري ينطق بقليل من أسرار ابن الله الحي، وهو ابنك عمانوئيل، ولدتي وأنت بتلكي يتم قول الأنبياء وما قيل، لأنهم لم يقولوا شيء إلا له نحوي وتاويل، عمانوئيل الذي ولدتي من غير فساد بل بطهارة، وفضلك عن مختاري لأنك مصطفية ومختارة، تشبهتي بالسماء كرسي، وكما لك رمزا وإشارة، كالقسط والمن مخفيفي شرعا وتابوت ومناراها للنبوة والحكمة. اعلموا ان الرب ياتينا ويهلك مؤامراتنا سما، ومن الهلاك ينجينا.